وللمزيد من المتابعة في سياق هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد. دكتور علي، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. دعني أبدأ معك بالأرقام دكتور علي. إذا ما كنا نتحدث عن أن الصادرات المصرية للقارة الإفريقية زادت من 4 مليارات و300 مليون دولار عام 2013 حتى 5 مليارات دولار عام 2018، كيف تقرأ هذه الأرقام دكتور علي، وما هو المستهدف في الفترة المقبلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. خلينا نقول طبعا تطور كبير جدا في العلاقات المصرية الإفريقية، وده ابتدى يبقى واضح جدا منذ تولي رئيس السيسي، ازاي ان هو ابتدى يعود بقوة للقارة الإفريقية مش لغرض تحقيق مصلحة الدولة الوسطية فقط، ولكن لتحقيق مصالح مشتركة والاهتمام بالقضايا الإفريقية وبالأخص قضية التنمية المستدامة في القارة الإفريقية. السعي لتحقيق التنمية المستدامة كان يتطلب وجود كثير من الخطوات الخاصة سواء على مستوى تهيئة المناخ في القارة الإفريقية أو العمل على رفع معدلات التبادل التجاري سواء ما بين مصر والقارة الإفريقية أو ما بين القارة الإفريقية كتجارة بينية داخلية داخل القارة، واللي كانت للأسف الشديد حجم التجارة البينية داخل القارة متواضع جدا مقارنة بالقارات الأخرى، وده اللي كانت المشكلة الأساسية. لكن احنا شفنا ازاي ان مصر مع وجود علاقات سياسية ودبلوماسية جيدة مع الدول الافريقية واستقبال مصر العديد من المحافل الافريقية ابتدينا ان احنا نروج للمنتجات المصرية والصادرات المصرية، ابتدى يحصل فعلا تحسن ملحوظ على حجم الصادرات، وكمان مع اطلاق منطقة التجارة الحرة الافريقية حيز التنفيذ هي اصبحت كمان نقطه انطلاق قويه جدا للقاره ككل مش بس بالنسبه لمصر. ازاي ان احنا كمان بنشوف يمكن تحسن ملحوظ على مستوى التجاره البينيه اللي كانت ارقامها في الماضي متواضعه جدا، بنتحدث عن ما يقرب من حوالي 13 ل 20% تقريبا، لا متوقع الفتره اللي جايه مع ان هيحدث ميزه نسبيه للصادرات من جانب الدول الافريقيه وتخفيض الرسوم الجمركيه عليها لتصل لاكثر من 90% على مدار 5 سنوات، ده هيدي ميزه نسبيه كبيره جدا. ولكن الاولويه دايما هتبقى طبعا للاقتصادات التي تمتلك صناعات اكبر، التي تمتلك وفره في الانتاج وتستطيع ان تقدم هذا المنتج للسوق الافريقي. علشان كده مصر الفتره الاخيره ابتدت ان هي كمان تطلق جزء مرتبط بالاصلاح الهيكلي، ابتدت ان هي تتحرك على ملفات مهمه جدا سواء على مستوى توطين الصناعه او على مستوى زياده الانتاج الزراعي، وشفنا مع بدايه تداعيات كورونا ازاي ان مصر كانت متصدره العالم في عديد من الصناعات. طيب. وبالتالي لدينا ما تصدره سواء للقاره الافريقيه او على مستوى العالم. طيب دكتور علي، يعني التحرك على ملفات هامه في افريقيا، ويعني اعتدنا سماع ان افريقيا مليئه بالثروات ولكن لا يوجد من يعي ويدرك ذلك، الى اي مدى هذا الضوء الذي تم تسليطه على افريقيا، اتحدث هنا عن دول اوروبيه او الولايات المتحده، الجميع الان اصبح يريد الاستثمار في افريقيا، الى اي مدى كان لمصر دور في التسليط هذا الضوء على افريقيا؟ كثير من دول العالم والشركات متعدده الجنسيات كانت تعلم تماما ان القاره الافريقيه لديها العديد من الموارد، ودايما كانت تاكيد على ان القاره الافريقيه هي مستقبل العالم بما تملكه من موارد سواء كانت موارد طبيعيه او حتى على مستوى الموارد البشريه. لكن للاسف الشديد هذه الموارد ما كانتش مستغله بالاستغلال الامثل، كانت بتعاني القاره من عديد من المعوقات الخاصه بالاستثمار، ابرز هذه المعوقات كان جزء مرتبط طبعا بالفساد للاسف الشديد وعدم تهيئه البنيه التحتيه بالشكل الامثل، غياب ملفات مهمه جدا زي التحول الرقمي والشمول المالي، وبالتالي مصر كان ليها دور مهم جدا ازاي ان هي استقبلت عديد من المحافل الافريقيه على ارض مصر بالاخص في عام 2018. نعم بالظبط، وابتدينا ان احنا مع رئاسه مصر الاتحاد الافريقي في 2019 ابتدينا ازاي ان احنا نحط ايدينا على كثير من التحديات اللي بتواجهها القاره الافريقيه ونبتدي ان احنا نعالج هذه التحديات
عن طريق التعاون مع الدول الافريقيه والتاكيد على ان مصلحه القاره الافريقيه في تسبيل العقبات امام المستثمرين. كان جزء مرتبط بالتحول رقم 200 اللي اتحرك عليه، ازاي ان يبقى في تعاون بالنسبه لمكافحه الفساد، ازاي طيب ابتدينا. دكتور علي، وحضرتك بتتكلم على التحول الرقمي، يمكن فكره تسليط الضوء على الموضوع المتعلق بالتحول الرقمي ده كان في 2019، خرجت توصيات من منتدى شباب العالم 2019 بفكره التحول الرقمي في افريقيا والتميز الحكومي وغيره. الى اي مدى احدث ذلك فرقا فيما يتعلق بالمستثمرين والاستثمار في افريقيا، ولماذا برايك دكتور علي كانت مصر حريصه تحديدا على هذا الشق؟ من المشاكل اللي كانت بتاثر بشكل سلبي على الاستثمار الجزء المرتبط بالبيروقراطيه والروتين اللي كان منتشر في الدول الافريقيه، زي التحول الرقمي قدر ان هو يحارب البيروقراطيه والروتين وما ينتج عنهم من فساد، لان للاسف الشديد انتشار البيروقراطيه والروتين دول كان بينتج عنهم فساد، وده كان منتشر بشكل واضح في عديد من الدول الافريقيه. ملف التحول الرقمي قدر ان هو بيهيئ مناخ الاستثمار بشكل افضل، بيقدر يوفر من الوقت والتكاليف بالنسبه للمستثمرين، بيضع نوع من انواع الشفافيه في عديد من الاجراءات الحكوميه والقوانين المنظمه لعمليات الاستثمار والتقاضي وانهاء المنازعات دي كلها. كانت ملفات كان المستثمر الاجنبي وحتى المستثمر المحلي داخل القاره الافريقيه كان ينادي بهذا الملف، لكن كانت المشكله كمان ازاي يبقى عندنا في القاره الافريقيه بنيه تحتيه رقميه، وده كمان ملف يمكن مصر ابتدت تتحرك عليه، لان عشان نوصل للتحول الرقمي لابد ان يبقى في بنيه تحتيه رقميه، فبالتالي كان في يمكن دور واضح جدا لوزاره التكنولوجيا والاتصالات والتكنولوجيا المعلومات في مصر مع عديد من الحكومات الافريقيه في الملف دوت، بحيث ان احنا نحقق التحول الرقمي، وكمان نحقق كمان ملف مكمل ليه او موازي ليه وهو مرتبط بالشمول المالي، لان لن يتحقق التحول الرقمي بدون شمول مالي، وبالتالي الملفين دول كانوا مرتبطين ببعض، وابتدت مصر مع حكومات القاره الافريقيه ان هي تتحرك على الاتجاهين دولت. واعتقد ان ابتدى كمان الاهتمام يبقى واضح من عدد من الاقتصادات الكبرى، سواء على مستوى المانيا او فرنسا، ابتدينا نشوف اليابان، الصين، الولايات المتحده الامريكيه، الاتحاد الاوروبي ككل، كلهم مهتمين بالقاره الافريقيه لانه وجدوا تغيير ملموس داخل القاره وتغير في مستويات او مناخ الاستثمار هناك، معدلات التبادل التجاري ابتدت تتحرك، اتفاقيات كانت معلقه لعقود كثيرة جدا ابتدت ان هي تتحقق على ارض الواقع، وابرزها طبعا منطقة التجارة الحرة الافريقية اللي مصر لعبت دور مهم جدا في نعم. دكتور علي، أيضا فيما يتعلق بالاقتصاد هناك شق هام مصر عاملت عليه متعلق بالديون على إفريقيا، يمكن تابعنا في الأونة الأخيرة كان لمصر دور فيما يتعلق بمسألة الديون، ونعم السودان الشقيق. تسليط الضوء أيضا دكتور علي على فكرة جدول الديون أو أمور متعلقة بالديون لدول إفريقية، أين وضعت هذه القضية بشكل عام؟ الاشكاليه كانت مرتبطه بان احنا علشان القاره الافريقيه تبتدي ان هي تحقق تنميه وتبتدي ان هي تحقق اصلاحات اقتصاديه، كانت قضيه المديونيه هي قضيه شائكه، وبالاخص المديونيه الخارجيه، فبالتالي مصر كانت بتلعب دور مهم جدا، وهو ازاي يبقى في تعاون ما بين المؤسسات الاقتصاديه الدوليه والدول الافريقيه الراغبه في عمليات الاصلاح الاقتصادي وتحقيق التنميه، ومن هنا ازاي ان احنا كنا بنربط وناكد على الجزء الخاص بالمساعدات، سواء من المؤسسات الاقتصاديه الدوليه ابرزها طبعا الصندوق والبنك الدولي، او ازاي ان يحصل تخفيض واعاده جدوله للمديونيه، وكمان بالاخص في تداعيات جائحه كورونا اللي اثرت طبعا بالسلب على مديونيه الدول الناميه بشكل عام والاقتصادات الناشئه، وشفنا يمكن في زياره باريس ازاي ان احنا قدرنا نوصل بالتعاون مع الاقتصاد الفرنسي، الدوله الفرنسيه وعديد من الدول الاخرى ان احنا نتخفض من المديونيه الخارجيه للسودان الشقيق، وده اتجاه كمان مصر ابتدت تتحرك عليه لمعظم الدول الافريقيه، كمان مع اثاره ملف
التوزيع العادل للقاحات على مستوى العالم واللي بينتج عنه أكيد تعافي للجانب الاقتصادي. فبالتالي التأكيد على مشكلة المديونية اللي بتعاني منها القاعة الاقتصادية هي للأسف الشديد من المشاكل اللي استمرينا فيها عقود كثيرة، لكن مع التعاون والثقة المتبادلة ما بين المجتمع الدولي ومصر بدورها الريادي على مستوى القارة الإفريقية، أعتقد أن احنا كمان ابتدينا نشوف نتائج ملموسة وليس وعود فقط. نعم دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر.